يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا بعض الصوفية يزعمون أن الصحابة كان لهم علم الغيب، فهل كلامهم صحيح؟ صحيح، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا في شك أنه ما هو صحيح، لا يعلم الغيب إلا الله، أو من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيطلع الله بعض الرسل على شيء من الغيب لإقامة الحجة على العباد. أما أن أحدا يدعي علم الغيب من غير الرسل هذا يكون كافرا، لأنه يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب كما مر بكم في النواقض فإنه يرتد عن دين الإسلام. نعم.